بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نحيلكم على برنامج يتعلق بالأخطاء الرمضانية الشائعة، فابقوا معنا لتحليلها تحليلا شرعيا. هذا قول الله، الله هو اللي كيسجنهم ماشي حنايا، ماشي البشر. نعم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقبل رمضان فتحت ابواب الجنان وسدت ابواب النيران وسفلت الشياطين. نتمنى زوار كاب فانت كاتختيفي أن تكونوا قد قضيتم جزءا من وقتكم في أمور جد مهمة تتعلق بالأخطاء الشائعة. كاب فانت كاتختيفي تحييكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.